ما عندي غير هالورد الخراب وجوزي خراب، يعني الاثنين. ومسؤولة عن عيلة، مسؤولة عن عيلة طبعا، البنات اللي جايات قبلي. ايه حكوا لي عن المركز انه بيدعم نفسي بنشاطات تعليمية، فحبيت اجي، حبيت اجي. اجيت هين ولقيت الاستقبال تمام غير شكل، واستقبلونا و ايه حضرت عندهم 5 جلسات، ايه جلسات دعم النفسي. فتعلم بعدين صرنا نخيط، ايه تعلمنا على الخياطة الحمد لله. تعلمت اقعد ورا المكنة واخيط، ولما اخلص الفستان واخلصه هيك كذا يطلع معي فستان تمام، شعور ما ينوصف. بالمركز بيصير فيه جلسات توعية والتثقيف، وبيصير في إدارة حالة، والفترة الأخيرة كان في عنا المهارات الحياتية life skills. هاي الخدمة يعني تعتبر خدمة تقريبا نفسية. ليش؟ لأنها بتركز على الأشخاص المتضررين نفسيا من الكوارث والنزاعات، فعم تطبق على أرض الواقع على شكل مراكز حماية، مساحات آمنة للنساء والفتيات، ممكن تكون مساحات آمنة للطفولة. بهاي المساحات الآمنة تكون المرأة قادرة على أنها تجي على المركز بكل أريحية، بدون ضغط، بدون تقييد من المجتمع مثلا، تفوت تشوف حدا، تقعد معها، تحكي قصتها. كل هنا 5 جلسات، كل جلسة بتكون عن موضوع شكل، يعني مثلا كيف اذا انا صادفتني مشكله كيف اتعامل معها، كيف هي بتاثر اصلا على نفسيتي، كيف بتاثر على سلوكياتي، وكيف انا لازم اسيطر على هذا الوضع، عرفت شلون؟ مثلا اذا انا عندي كان يعني كمان جلسه من الجلسات كيف توصل للهدف، كيف الطريقه تتوصل لهدف معين لحلم عندك اياه، يعني كيف توصل لعنده اخر شيء. وكمان يعني شوية مثلا تمارين التنفس الحركي، التنفس هاي كيف الإنسان يعني كمان هيك إذا كان متضايق ومعصب إنه بيعمل هيك ياخذ نفس عميق بيرتاح شوي.